حلقة اليوم مليئة بالأحداث. إيه يا أحلام؟ قلت له واو أنا أحلام رهية. رأي مجمع البحوث كان واضح جدا. We're officially married. آخر أخبار المشاهير الآن مع فهد الهاشمي. والبداية من هوليوود، فالخبر المتصدر هو عن ديمي لوفاتو التي انفصلت عن خطيبها ماكس إيريش بعد مرور شهرين فقط على الخطوبة، ويقال أن السبب هو تغريدة قديمة من 2010 انتشرت لماكس وهو يقول أن سيلينا غوميز أجمل من لوفاتو. ديبيكا بادوكون is inside the NCB guest house. أما في بوليوود فضجة كبيرة أثيرت بعد استدعاء بعض نجومها للتحقيق حول تعاطيهم المخدرات، وذكرت ذلك في حلقة يوم الأربعاء. واليوم السبت تم التحقيق مع ديبيكا بادوكون لمدة 6 ساعات، وهكذا وصلت سارة علي خان التي نفت أنها تتعاطى. وراكول بريت أمس الجمعة في التحقيق ذكرت 4 أسماء آخرين اشتروا المخدرات من المنتج التنفيذي لكاران جوهر الذي نفى تماماً في بيان تعاطيه للمخدرات. كما أن في التحقيق مع شرادها كابور ذكرت أن الراحل سوشان سينغ راجبوت كان يستهلك المخدرات داخل شاحنته. والجمهور مستاء جداً أن مسار القضية بدأ يأخذ منحى آخر. وإلى كوريا، فالمحكمة العليا اتخذت قرارها بشأن الحكم النهائي في قضية المغنيين جون جونغ يونغ وتشوي جونغ هون بتهمة الاغتصاب الجماعي. فجونغ جون يونغ سيقضي 5 سنوات في السجن، وتشوي جونغ هون سيقضي 2.5 سنين. وهناك غضب من الجمهور الكوري على أن الحكم غير منصف للضحايا. وإلى تركيا، فرسمياً قناة ATV قررت إنهاء مسلسل أسفي على شبابي عند الحلقة 17 بعد فشله الذريع. واليوم أيضاً قررت قناة فوكس إيقاف مسلسل السيد الخطأ عند الحلقة 14 بالرغم من نجاحه في بعض الدول، لكن في تركيا لم يحالفه الحظ. كما أن كاتبة مسلسل حياة جديدة انفصلت عنه وانضمت كاتبة أخرى لأن المسلسل في هبوط مستمر والقناة تفكر في توقيفه أو تغيير موعد عرضه. ورغم أن مسلسل بابل الجزء الثاني يشارك فيه نجوم الصف الأول إلا أنه يفشل كذلك في كل أسبوع وقد يتم توقيفه كذلك. لكن مسلسل أنت أطرق بابي يتفوق حلقة تلو الأخرى ويتصدر هذا الأسبوع نسب المشاهدة. وكما ذكرت في حلقة سابقة بعد انفصال إسماعيل إيجي شاشماز، فأعلن عن انضمام الممثل بامير بيكين. كما أن حلقة هذا الأسبوع من مسلسل الغرفة الحمراء يتصدر أعلى المشاهدات، ومسلسل رامو يتفوق كذلك في حلقته الثانية، وبذلك مراد يلدرم يكسب الرهان. وفي العالم العربي، فأصالة نصري بسبب أغنية رفقا من ألبومها الجديد أثارت ضجة كبيرة خصوصا في مصر بسبب اقتباسها كلمات هذه الأغنية من الحديث النبوي الشريف استوصوا بالنساء خيرا. استوصوا خيرا بالنساء. الاقتباس مباح طالما أنه لم يخدش حياء. وبعد دفاع كاتب الأغنية أنه استشهد بكلام النبي لمعاملة المرأة بشكل جيد، دعا مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر إلى عدم الاستماع أو الترويج لأي أغنية يتم فيها الاقتباس من الأحاديث النبوية لأن ذلك غير جائز شرعا ولا يليق بمقام النبوة. رأي مجمع البحوث كان واضح جدا وبيقول أن الاقتباس ما كان غير مقبول، وده يمكن ردا على تبريرات الشاعر محمد أبو نعمة كاتب الأغنية، وهو الوحيد من صناع العمل اللي تصدر الانتقادات دي لما قال ان هو شايف ان اقتباسه حصل له أمثلة تاريخية قبل كده، وان هو شايف ودرس او قرأ واطلع
ان الاقتباسات دي ممكن تكون مقبولة. يمكن الجانب الديني تم حسمه ببيان مجمع البحوث الإسلامية للأزهر. كما قدم المحامي سمير صبري بلاغ عاجل للنائب العام ضد أصالة، والذي عبر أن ما قامت به يعد جريمة ازدراء أديان ويعاقب قانونا. المحامي سمير صبري اعتدنا منه أنه هو يتصدى للقضايا دي، وأن القضايا اللي بتثير الجدل حوالين القيم والأخلاقيات، ونذكر طبعا أزمة الفنانة رانيا يوسف وفستانها في افتتاح مهرجان القاهرة قبل سنوات، وهو قدر ان هو ياخد حكم ضد رانيا يوسف قبل ما يتنازل عن القضية، وبالتالي بلاغه ضد أصالة قد يكون أزمة جديدة تتوقعها أصالة في المستقبل، لأن المحامي سمير صبري يعني مش هيتنازل عن البلاغ إلا لو كان في تراجع من جانب أصالة. شرف ليا. أصالة تعرضت لهجوم كبير، ولكن هل هي حقا متضررة أم ما يحصل من ضجة كله ترويج لألبومها؟ أصالة حتى الآن غير متضررة من الجدل اللي سببته الأغنية، هي ملتزمة الصمت، ما تكلمتش، ما دفعتش عن أغنيتها، ولا اعتذرت أو تراجعت عنها، رغم بيان مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف ورغم القضية بتاعت المحامي سمير صبري، لكن هي ملتزمة الصمت. ويمكن ده بيرجعنا للنقطة اللي هي كانت أصالة كانت مهتمة بيها قبل طرح الألبوم، أسلوب الدعاية والترويج اللي كانت محتاجة إن هي تنفذه على انستجرام وفشل، وقالت إن هي فشلت في خطتها التسويقية. بس من الواضح إن جدل أغنية رفقا رجع الجانب التسويقي، ويمكن برضه هنرجع تاني لنسب الاستماع المرتفعة للأغنية ضمن أغاني الألبوم اللي يمكن ما يكونش حققت نفس النسب. فحتى الآن أصالة مستفيدة إلى أن يجد أمرا في القضية بتاعة المحامي سمير. أنا ما بحب المنافقين في حياتي. حبيبتي عصبية ومدعي أو يمكن عندها حق. وأصالة وأحلام عاد ليرتبط اسمهما من جديد هذا الأسبوع، بعدما اعتبر جمهور كبير أن أصالة تحاول استفزاز أحلام بعدما جلست في صورة من ألبومها على التاج الذي يعتبر رمز لأحلام. إلا أن كتر ربطوا مرة أخرى أن أحلام ردت بسخرية على مقطع من أغنية أصالة وكتبت تيرارا تارارا اللي بيغنيها سولو له مني 10,000 درهم. لكن هناك من اعتبر أن أحلام لم تقصد أصالة، وإنما هي مقطع من أغنيتها كذلك. وأحلام تألقت في حفلها هذا الأسبوع بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وهكذا ظهرت. آمن يقينا. وحصرياً عبر برنامج حصاد الأسبوع، فأحلام سيجمعها ديو مع النجم المغربي العالمي ريدوان، وتواصلت معه حصرياً لمعرفة كيف تم هذا التعاون. سلام فهد، تبارك الله عليك أخي، نتمنى تكون بخير وعلى خير. وهي أغنية للحنها فايز السعيد، وهي صراحة نورمالي أنا دائما كان لحن، ولكن ملي شي إنسان اللي كان احترمه بزاف في هذا المستوى هذا الكبير ويعني ليجند، فلهذا أوف كورس أنا I love him. قال لي عندي أغنية دي لك، وهذه مع واحد مغنية مشهورة، وهذه قلت له أوكي. أنا لما كان تقفه 100%، قلت له اوكي انا معاك. من بعد عاد قال لي شكون، قال لي هي احلام. قلت له واو، انا احلام راه هي ام بيج فان اوف احلام، شي از ليجند، جود بيرسون، انسانه محترمه وفنانه فنانه فنانه، فلهذا اي واز هابي. الأغنية لحد الآن لم ينتهي العمل عليها، وستكون بلغتين. الأغنية ستكون باللغة العربية والإنجليزية. لكن هل سيتم إصدارها بمناسبة حدث معين؟ فوقاش تخرج أغنية باقي ما مقررش، والتفاصيل أكثر نخلي فايز السعيد اللي هو the producer ديال هذا البروجكت كامل. وطبعا تواصلت على الفور مع سفير الألحان فايز السعيد. أهلا أهلا حبيبي الغالي، الله يسلمك ونتشرف فيك. إلا أن فايز بدوره قال هو في فكرة تعاون بين رضوان و
الأحلام، أغنية ما أقدر أصرح عنها لغاية ما يجينا أمر أنه نصرح عنها، بس هو في فعلا ديو بين أحلام ورضوان، أغنية عالمية يعني بين العربي وبين الإنجليش. فايز دائما ما يعبر عن حبه للمغرب، بلد عزيز وغالي علي. إن شاء الله تزيح هذه الغمة وإن شاء الله نشوفكم، نجي المغرب أو تزورونا الإمارات نتشرف حبيبي. أجي للمغرب. ومن فترة أعلنت عن إصابة رضوان بفيروس كورونا، لكن الآن هذا خبر جميل لكل محبيه، فهو تماثل لشفاء ويروي لبرنامج حصاد الأسبوع تجربته مع هذا الوباء. والصحة ديالي الحمد لله أخيرا خرجت للحرية. يس كانت شوية صعيبة لأن كتكون وحيد بوحدك وما عندكش الحق تلقى الناس ولا تشوف تشي إنسان، عاد كتعرف بالقيمة ديال الحرية اللي ربي عطاها لنا، وحنا واخا كان الحمد لله ما كان حمدوش بالكفاية، فهمتي؟ لأن حاجة سامبل اللي هي الحرية، يعني أول إنسان يقدر يتنفس وقدر تشم وقدر تدوق، يعني عندك حاسة الدوق، وهذه هادو كاملين كيمشيو لك، صعيبة صعيبة صعيبة، ولكن الحمد لله أي حاجة كندوزو منها مزيانة أو قبيحة سنحمد الله عليها، لأن كل حاجة فيها شي حاجة من عند الله اللي من بعد يا إما غير مغفرة الذنوب يا رب. حاجة اللي بغي نقول هو الإنسان يحضي راسه، يعمل كمامة ويعمل مسائل اللي الدولة كتحت أنهم يعملوا، لأن هادشي كان في الصالح ديالنا حنايا. We love Africa. وإلى المغرب مع جايلان وبيتهوفن، فأغنيتهما الأخيرة بعنوان إتخونجي لا تزال لليوم حديث الجمهور. فالأغنية تحكي عن معاناة المغتربين وهما سعيدين بالأصداء خصوصا من الجالية المغربية. الحمد لله تلقيت أصداء زوينة سورتو من عند الجالية المغربية، انا فريمون حسوا بها وتلقينا بزاف ديال الرسائل، عجبهم الحال عجبتهم لا شونسون. الغريب في الامر هو انه حتى الناس اللي ما ساكنين في الغربه حسوا بالاغنيه وعجبتهم بزاف وحسوا براسهم بحال في الغربه. سامي فريمون بليزير، تخدمت من القلب دايوغ، من الالحان ديالي من كلمات بيتهوفن، لا برود باي دراغانوف، ولو كليب ا ايتي رياليزي بار علاء الرئيس، لي فريمون كنشكر هاد الناس هادو كاملين، كاع ليكيب كامله اللي خدمت معنا دو ا ا زد. الفيديو كليب ظل صامت رغم انه نزلت اغاني كثيره في نفس التوقيت، وكانت منافسه قويه. المنافسه شي حاجه زوينه، انا بيرسونيلمون كتعجبني، جو بونس كو جاي لان تي هي وي مون جادور، باسكو فيت حتى لا كاليتي تطلع، المستوى تيطلع، تتخلي لي زارتيست يزيدو يعطيو اكثر باش يعطيو برودوي زوين للناس والمستمعين. وميم طون اللي كيدير شي حاجه زوينه ما وصلش اليوم غيوصل غدا، غير شويه الصبر ويخليه فوكس 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 فوكس. وطبعا لا يمكن ان ننسى الهيت شوقات الذي كان اول تعاون بينهما. ويا راسي ماذا ذلك باقي، فهل سيكون هناك تعاون ثالث؟ ثالث ورابع وخامس. اون سيكلات بوكو ملي كنخدمو اونسومبل، واخا اون فيت هاد الاغاني كاملين اللي خرجو ماشي يعني بحال قلتو كنا كنشتغلو شحال هادي اونسومبل، دونك بحال كنعتبرو بانه ماشي اول اولا ثاني عمل اونسومبل. علاقة حب كبيرة جمعت النجمين، واعلن خطوبتهما رسميا في مارس من هذه السنة، والان يعلنان زواجهما رسميا من برنامج حصاد الاسبوع. وفيت كنتسنى حتى ان شاء الله يدوز هذا الوباء هذا باش نفرحوا مع عائلتنا. سكي امبورطون مينو سي كو وير اوفيشالي ماريد. يا ولكن متى موعد الزفاف؟ كنتسنى ان شاء الله ندوز هذه الفترة هذه الصعيبة، والله يسعد لينا الوباء هذا ويعطينا الصحة والسلامة ويخلي لنا عائلتنا يا ربي. وخلي لي مراتي وسي خليك لي لي مرتي. انا فهد الهاشمي احييكم، شكرا على تعليقاتكم المليئه بالمحبه، ولا تنسوا الاشتراك في القناه للمزيد من الاخبار.